حلقة النهاردة هنستعرض مع بعض أداة الريموف تول، والريموف تول ديت أداة جديدة في الفوتوشوب، لكن مش هتلاقيها في نسخة الفوتوشوب اللي موجودة حاليا عندك في الكمبيوتر، لأن بصراحة هي لسه ما نزلتش، ونسخة الفوتوشوب نفسها لسه ما نزلتش السوق. طب لو نسخة الفوتوشوب ديت اللي موجود فيها أداة الريموف تول ما نزلتش السوق، إزاي أنا هقدر أشرحها لك وأوريها لك، وازاي انت كمان هتقدر تجربها عندك في البيت؟ خلينا الاول اوريك الاداه اللي هي اداه الريموف تول، اوريك السحر اللي ممكن تعمله بيها، وبعد كده اوريك ازاي تنزل نسخه الفوتوشوب الجديده اللي هي لسه ما نزلتش السوق، بحيث ان انت تجربها وتجرب اداه الريموف تول وادوات تانية موجوده في النسخه دي. فيلا بينا. لنفرض مثلا ان انا عندي صوره زي الصوره اللي موجوده دلوقتي ديت على الفوتوشوب، ومحتاج اشيل بعض العناصر من الصوره. يعني لو عملت زوم كده على المنطقة ديت مثلا، هلاقي عندي هنا بعض الهندلز هنا بتاع الدرور دهوت، لو انا حبيت اشيل الهندل دولي او اشيل الباكس اللي موجود دهوت او اشيل الاباجوره. طبعا في عندك خيارات على الفوتوشوب، لو ضغطت حرف الجي على لوحة المفاتيح ورحت هنا وقفت على التولز دهيت، هتلاقي في عندك هنا تول جديدة اسمها ريموف تول. طبعا انت كنت بتستعمل هيلينج براش تول وسبوت هيلينج براش تول، لكن يعني ما بتستعمل الاداه ديت لازم تروح تعدل بعديها. يعني ايه؟ يعني مثلا لو جيت على الهيرنج براش تور دهيت مثلا، وجيت هنا حبيت اشيل ده، تمام، حبيت اضغط مثلا هنا، تمام، واجي اشيل ده او اقعد اظبط كده، تمام، لحد ما يجي ماشي، مش بطال. لكن لو انا جيت اشيل الباكس ده مثلا، طبعا لازم اعمل سامبل من هنا واروح من هنا كده وقعد اشيل، مش مظبوط. فممكن اروح تاني واختار مثلا اداه زي مثلا السبوت هيلينج براش، واجي هنا اقول له شيل لي ده، ايه، تمام، واحدد عليها، تمام. هنا لازم تروح تظبط وكلام من ده. فهنا ادوبي فوتوشوب نزلت اداه جديده، هي طبعا لسه هتنزل في الفوتوشوب الجديد اللي انا هوريك ازاي تنزله دلوقتي، اسمها الريموف تول. الريموف دي سهله جدا، لما اضغط على الريموف تول واجي هنا عايز اشيل ده مثلا، بصغر البراش، تمام، بصغر البرش كده يا دوب على قد البتاع دي، واضغط ضغطه واحده، تمام، هتلاقي على طول ظبطت لك الايه المنطقه دي كلها، هي بتعمل كل حاجه. طبعا هي هنا في الحاجات الصغيره دي بسيطه، لكن هوريك انا في حاجات معقده دلوقتي اهوت، تمام. دي حاجه اسمها اي اي او الذكاء الاصطناعي في ادوبي فوتوشوب في الريموف تول. طب نيجي على حاجه زي دي مثلا، برضو بحددها كده، تمام، اهوت عشان اشيلها اهو، بس بحددها. كل اللي انا بعمله اني بحدده، بص كانك بالظبط كانها مش موجوده. طيب نيجي على حاجه مثلا معقده شويه زي الاباجوره دي، عايزين نشيل الاباجوره دي كلها من على الدرور ده. لو لاحظت ان الاباجوره لها شادو هنا، تمام، لان لو شلتها بس هتلاقي المنطقه ديت غامقه والمنطقه دي فاتحه، فلازم لما اجي احددها اخد الشاد ده معايا. فبكبر التول شويه زي ما انا اهوت، زي ما انا عاملها اللي هي الريموف تول، تمام كده، وبعدين باجي احدد including الشيد دهوت، تمام، وبنزل هنا اهوت بحدد ده كله كده، المنطقه كلها بتاع الاباجوره. كل اللي بعمله ان انا بحدد، تمام، اهوت وانزل كده احدد اهو، بس كده، واشيل ايدي من على الماوس وبشوف الماجيك اللي الريموف تول بتعمله، تمام، اهو. لو عملت كده، تمام، اهو كان الاباجوره ما كانتش موجوده. طبعا لو في حاجات صغيره ممكن تروح تعدلها، يعني مثلا لو في اضاءه مش مظبوطه او كلام ده فيك تعدلها، تمام، اهو هي بس بيتحدد المنطقه والذكاء الاصطناعي بيعمل الشغل كله، تمام. طيب خلونا نروح مثلا نشوف صوره تانية. لو انا عندي صوره زي دي مثلا وحابب اشيل الدبله دهيت او حابب اشيل الساعه، خلينا نشيل الدبله الاول، بعمل زوم كده وباجي برضو بختار الريموف تول اللي هي حرف الجي على لوحة المفاتيح اللي هي الريموف تول دهيت، تمام، وباجي هنا بصغر البراش يا دوب اقدر احدد بيها، تمام، وبعدين احدد الدبله كده اهوت، تمام، اهو بس الدبله ما اخدش منطقه كبيره، بس كل اللي بعمله ان انا بحدد بس كده، تمام، وبشوف الماجيك اهو شال الدبله خالص كان مفيش دبله. طب نحاول نشيل الساعه مثلا اهو. طبعا الريموف تول ديت لسه هم شغالين عليها، يعني هتلاقي فيها حاجات برضو مش مظبوطه، لكن اعتقد ان هي هتقضي على كل الادوات اللي موجوده ديت. طبعا لها استعمال، الادوات دي هيبقى لها استعمالات ثانيه، لكن هيبقى الاستعمال الاغلب للريموف تول. لو انا عايز اشيل الساعه بكبر كده، طب خد بالك برضو ان الساعه لها شيدو هنا كده اهوت، منطقه دارك شويه، فلازم اعمل انكلودنج للشيد ده. خد بالك ان الساعه برضو داخله على القميص اللي هي لابساه، تمام، او على الشيرت اللي هي لابساه،
فبرضه باجي هاخد هنا واشوف الذكاء الصناعي هيظبط اليد ازاي مع ان الساعة داخلة مش بس على اليد لكن داخلة على الشيرت او التيشيرت اللي هي لابسها. تمام، بحدد كل الساعة اهوت، تمام زي ما انتم شايفين كده اهو كويس بالماوس، بعدين اشيل ايدي من على الماوس واشوف الماجيك اللي الريموف تول بتعمله اهو. طبعا لو في منطقة زي ديت مش مظبوطة بصغر البرش شوية وباجي بعمل عليها كده تمام وهي بتظبطه. زي ما قلت هما لسه شغالين عليها، فاكيد هتلاقي في حاجات مش مظبوطه اهوت. لو عملت على الصوره هلاقي ان الصوره ولكن في لو في المنطقه دي مثلا بكبر البراش واشيل المنطقه دي كده اظبطها، واخد بالك اهو. تمام، طبعا هي شكلها غريب من غير ما يكون فيها ساعه، لكن طبعا لو انت عايز تشيلها اوكي شلتها اهوت. طيب نروح على صوره اصعب شويه. لو انا عندي الصوره دهيت تمام وحابب اشيل البارز دهيت، دي صوره واحده زي ما انتم شايفين اهوت على اللايرز، دي صورة واحدة اهي تمام. ولو عايز اشيل البارز ده كله بعمل ايه؟ طبعا انا باجي هنا بكبر البراش شوية على قد البار ده كده، وبعدين انا محتاج بقى ايه بدل ما اقعد اعمل سيلكت ومش عارف ايه وكلام من ده، لا انا اعمل حاجة ظريفة جدا. تمام، هو هنا طبعا بيعملها، خليه بس يخلص هنا وبعدين اوريكم ايه المفروض تعمله. انا مش هعمل كده، انا عايز اضغط ضغطة واحدة هنا واضغط بشيفت هنا علشان اختاره مرة واحدة. فعلشان اعمل كده في هنا حاجة اسمها remove after each stroke اللي احنا شفناه دلوقتي، لما بضغط لو ضغطت كده تمام وشلت ايدي من على الماوس هو هيشتغل. لا انا مش عايزه يشتغل، انا عايزه يستنى لحد ما انا اقول له اشتغل. فبشيل remove after each birthday option دهيت، وباجي هنا بقول له ايه بضغط ضغطة واحدة، خد بالك هو ايه شلت ايدي من على الماوس اهو لكن الضغطة موجود، وبضغط شيفت على لوحة المفاتيح وبنزل تحت هنا ومضغط ضغطة تانية فعمل لي خط مستقيم. تمام، هنا قدامك حاجة من اتنين، يا تضغط انتر على لوحة المفاتيح او تضغط علامة الصح ده. بضغط علامة الصح ده هي تمام، وهو يبدأ يشتغل اللي هو الذكاء الاصطناعي ريموف تول وشالها كأن البار ما كانش موجود. طيب نجرب التاني برضه نفس النظام، بضغط ضغطة واحدة كويس، وباجي هنا بضغط شيفت وبضغط تحت هنا وبعدين اضغط انتر على لوحة المفاتيح وهيبدا يشيل لي البار ده. فاضل لنا اتنين بار اهوت اللي هو اليمين والشمال، ده طبعا على الويندو دوت، خلينا نشيل ده الاول. بضغط هنا تمام وباجي تحت هنا وبرده بضغط كده وبضغط انتر. لو انا حابب اضيف ده عادي ممكن اصغر البراش واضيف ده عادي معاه اهوت تمام، من قبل ما اضغط انتر اضيف ده اللي هو الايه الحاجات البيضة ديت تمام دهيت، بحيث ان هو يعمل لها انكلودنج اهو كويس، وبرده الحته ديت اهو، واضغط انتر على لوحه المفاتيح او اضغط علامه الصح اللي موجوده على التول بار دوت، بضغط عليها والماجيك بتاع الريموف تول هيتشال من على اهو كانها مش موجوده. اخر بار طبعا لانه عليه ويندوز كده هنشوف هيظبطه ازاي. بكبر البراش شويه وبضغط هنا وبضغط شيفت وبنزل تحت وبضغط وبضغط انتر على لوحه المفاتيح، هيبدا يظبط لي الصوره دي. تمام، زي ما احنا شفنا اهوت، يعني لو انا بصيت هنا ده قبل تمام وده بعد، ده قبل وده بعد، كان بالظبط الصوره ما فيهاش اي بارز. واحنا هنا شفنا الكلام ده هنا وشفنا الكلام ده هنا. طيب هل ممكن نعمل حاجه صعبه؟ خليني يعني اصعب الموضوع قوي قبل ما اوريك ازاي تنزل نسخه الفوتوشوب ديت علشان تجرب الريموف تول. أنا حابب أشيل المخدة دي، طبعًا عشان تشيل المخدة دي طبعًا هي عايزة حاجات كتير، لكن هجرب أنا أتحدى نفسي أو أتحدى الريموف تول ديت وأشوف هتشيل المخدة ولا مش هتشيل المخدة. خلينا نجرب كده أهوت، أكبر الماوس البراش سايز وأجي هنا أختار ده كده أهوت تمام، وأجي أختار المخدة وأشوف الريموف تول هتعمل إيه. طبعًا زي ما قلت الريموف تول لسه في مرحلة التجريب لكن نشوف هي تعمل ايه اهوت تمام، وبعدين اضغط انتر على لوحه المفاتيح ونشوف الماجيك اللي هيحصل. هنا لو لاحظت ان هي طبعا يعني ايه هي مش مظبوطه، لان طبعا يعني زي ما قلت ما لسه شغالين عليها، لكن هنا ممكن احتاج حاجه ثانيه، مثلا ممكن اجي مثلا على السبات تول ديت او اروح على الاداء اللي هي كلون ستامب تول ديت، وماجي هنا مثلا اصغر البراش لو انا عايز اظبطها. يعني طبعا ممكن اجي هنا على البرش ديت تمام واجي هنا اقعد اظبط فيها شويه كده زي ما انتم شايفين كده تمام، بحيث ان انا اظبطها، وطبعا باخد وقت فيها تمام. واجي هنا برضو نفس النظام، ممكن اكبر البرش شويه
تمام، واضغط Alt على لوحه المفاتيح واعمل سامبلنج، تمام، وممكن انزل اقعد ايه اعمل فيها بحيث ان هي اظبطها. طبعا ده مش موضوع الكلون ستامب، انما انا حبيت اوريك ان الريموف تول ممكن تعمل اكتر من اللي انت ممكن تتخيله بطريقه الذكاء الاصطناعي. وطبعا اكيد لما الريموف تول ديت يخلصوا الفيتشرز بتاعها وينزلوها في النسخه الجديده من فوتوشوب اكيد هيكون ليها اوبشنز كتير جدا، وهتكون اسرع وبيرفكت اكتر من اللي احنا شفناه ده. طيب الريموف تول ديت ننزلها ازاي او تجربها ازاي؟ طبعا انت محتاج يكون عندك ادوبي كلاود حساب، فبتروح تضغط على ادوبي كلاود دهوت، تمام، كرييتيف كلاود. لو انت لاحظت هنا ان انا عندي فوتوشوب بيتا، لو ضغطت على الفوتوشوب هنا وضغطت اباوت فوتوشوب هتلاقي النسخه هنا 24.5.0 اللي هي طبعا لسه مش موجوده عندك لان هي بيتا. فعشان انزل البيتا ديت زي ما قلت اروح على ادوبي كلاود دهيت الايقونه دهيت واضغط عليها، بيطلع لي الويندو ده، تمام. بتروح على الشمال كده بتلاقي حاجه اسمها بيتا ابز، والبيتا ابز دوت ان انت تنزل كل النسخ اللي هم شغالين عليها اللي هي لسه ما خلصتش وتشوف الفيتشرز الجديد اللي منزلينها. بضغط على بيتا ابس وباجي هنا على الفوتوشوب. طبعا انا عملت له انستول، لكن لو انت حبيت تعمل انستول هتلاقيه موجود عندك هنا زي هنا مثلا الستريتور وبريمير. بتروح على انستول وبيعمل نسخه جديده عندك على الكمبيوتر. النسخه اللي بتنزلها اللي هي البيتا ديت ما بتحلش محل الفوتوشوب اللي عندك، انما بيبقى عندك نسختين، النسخه العاديه ونسخه البيتا. يعني ما تخافش لو نزلتها ان انت تخسر الفوتوشوب القديم، لا، هي بتنزل نسخه منفرده تجريبيه بحيث ان انت تجربها زي ما شفنا في النسخه ديت والريموف تول. طبعا في اوبشن تاني جديد ان شاء الله في حلقه جايه اوريكم ايه الجديد في النسخه التجريبيه ديت اللي لسه ما نزلتش السوق.